طيب في هذه المحاضرة احنا نحكي عن اللينير ريجريشن، وعلى فكرة بنضطر كمان للبولينوميال ريجريشن اللي هو الاشي اللي مش لينير. وبفترض انكم بتعرفوا الفرق بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن، لانه بالسوبرفايزد ماشين ليرنينج في عنا يا ريجريشن يعني ما نطلع فاليو، يا بدنا نطلع كلاس. هناك بنستعمل كلاسيفيكيشن زي الديزيشن تري واللوجيستيك ريجريشن وهذولاك، يعني الديزيشن تري واللوجيستيك ريجريشن هي بتطلع لي كلاسز ترو اور فولس، جود اور باد اور نيوترال، بتطلع لي هيك. بس انا بطلع قيمه بستخدم اللي بنسميه اللينير ريجريشن، لينير ريجريشن او ريجريشن بشكل عام. ايوه هلا خلينا ناخذ مثال اول شيء. هلا نفترض انه احنا عندنا مثلا اسعار شقق في رام الله. هاي انا جبت لك بقول لك هاي اخر سنتين ثلاث، هاي الاسعار، هاي مساحه الشقه وهاي مساحه الشقه وهاي السعر. بتقدر تتنبأ لي إذا أعطيتك مساحة شقة جديدة، بتقدر تعرف لي كديش حق هاي الشقة، كديش ثمن هاي الشقة؟ طبعاً إحنا هنا بس باستعمال المساحة قاعدين بدنا نتنبأ عن سعر. ممكن يكون عندنا متغيرات أكثر بكثير، بس بعدين بنشوفها. خلينا نبسط ونقول افرض إنه عندنا هذول الأسعار في السنوات السابقة، فأنا اللي بدي أسأل كديش بتكلف شقة مساحتها 1250 قدم مربع. 1250 خليني بس أخلص. 1250 يعني 1250 بدها تيجي تقريبا هون، يعني بس وين أرسم البرايس؟ هلا باجي بقول هاتوا نرسم خط لهذولا المنحنى، منحنى ثابت لينير، لينير يعني خطي، نرسم لإلهن هذول. هل هذا الخط بيعبر عنهن، بيعبر عن هذول القيم؟ فمنيجي نرسم هذا الخط وبعدين بنقول 1250، بعدين أوبس بيطلع 230 ألف دولار حكها. هو اللي بدنا نقوله أو هدفنا اليوم إن نتعلم كيف نرسم هذا الخط، لأنه أنا إذا عندي هذا الخط خلصت المشكلة، بطل عندي مشكلة. إذا عندي هذا الخط بطل عندي مشكلة. إذا أنا دوري شو؟ دوري إني أرسم هذا الخط. بس فكرة اللينير ريجريشن إنه أنا بأخذ داتا من الواقع وبستنتج منحنى. هذا المنحنى بعدين له معادلة، فأنا بحطها جوا برنامجي، هاي بحطها جوا برنامجي وبصير استخدمها. يعني باختصار الماشين ليرنينج استخدام الريجريشن شو هو؟ اني انا عندي داتا وباجي بستنتج منحنى، وهالمنحنى هذا باخذه بعد ما استنتجه، يعني باخذه بحطه جوا برنامجي وبصير برنامجي ذكي وما شاء الله، وبصير يقول اوه ذكاء اصطناعي. اذا الفكره كيف ارسم المنحنى؟ فكرة إن نرسم المنحنى من واقع، من داتا موجودة، إحنا نسميها ليرنينج. المشين بتتعمل ليرنينج من هاي الداتا الموجودة. هلا قلنا إنه بالسوبرفايزد ماشين ليرنينج يعني given the right answer for each example in the data، هاي نسميها training data. training data هي الداتا القديمة الموجودة اللي أنا تعلمت منها المنحنى. والريجريشن اللي بدنا نسويه انه بدنا نعمل بريدكشن، تنبؤ للفاليو، لفاليو معين اللي بنسميها اوتبوت. وهون بقول لك تذكر انه انا ما بدي اطلع انه مثلا البيت جيد او مش جيد، هذيك بتصير مشكله كلاسيفيكيشن. احنا بنحكي على مشكله ريجريشن، بنحكيش على مشكله كلاسيفيكيشن. فالريجريشن الاوتبوت تبع الريجريشن فاليو. شو يعني فاليو على فكره؟ شو الفرق بين كلاس؟ خلينا ارد اتاكد انكم فاهمينها. الفرق بين كلاس
وفاليو يعني او بسموها كاتيجوريكال فاليو، مثلا ترو وفولس هاي كاتيجوريز كاتيجوريكال فاليوز، او اقول ترو وفولس وميدم او جود وباد وفيري جود وفيري باد، هاي اسمها ايش؟ اسمها كاتيجوريز. الفاليو بصير كاتيجوري سيت اوف كاتيجوريز، هون انا بعمل كلاسيفيكيشن. بس اذا انا عندي، وعلى فكره ممكن اعمل برضه هون واحد واثنين وثلاث وأربعة، بس هون الواحد لا تعني واحد، لا تعني رقم، لا تعني كلاس. بس إذا أنا عندي continuous values ممكن أطلع واحد واثنين، شو بتختلف هاي الواحد عن هاي الواحد؟ إنه هاي الواحد بتعبر عن، يعني أنا إذا جبت اثنين، اثنين تبقى أكبر من الواحد، أنا نسميها continuous لأنه في بينهم كمان أرقام، وممكن أقول 1.2 1.3، فأنا عندي continuous values بتعامل مع الواحد بهاي الحالة كـ value مش كـ category. طيب إذن given the following training data، عندنا هاي الداتا اللي بنعمل منها training، training data set اللي هي مساحة الشقة، هاي بنسميها الـ X، هاي عبارة عن feature نستخدمها للtraining، وهاي Y، هاي Y عادة بنسميها الاوتبوت او التارجت فاليو اللي بدنا نعملها بريدكشن. So our job is to learn from this data how to predict prices مثلا. هلا خلينا بس عشان نعمل زي نحكي بنفس المصطلحات، ام ام بنسميهم عدد، هذول من هون نعد ام، بكون انا كم داتا عندي، كم اوبزرفيشن عندي، او كم ريكورد بدي اتعلم منهم، او كم اكزامبل في الحساب بسموها اوبزرفيشن، احنا في الكمبيوتر ساينس بنسميها كم اكزامبل، هذول التريننج اكزامبلز. الاكس هون ممكن يكون عندي انا مساحه الشقه، ممكن يكون عدد الغرف، ممكن يكون عمر الشقه، هذول بنسميهم فيتشرز او الاكسز، هذول الانبوت. فعندي اكس 1 لاكس ان، هذول بنسميهم الانبوت او الفيتشرز، وعندي عاده واي وحدي اللي هي بنسميها التارجت فاليو او الاوتبوت فاريبل، وهذا هو بس. طيب قبل ما ننتقل للجزء اللي بعده، اذا في حد عنده اسئله.